انا كنت اشتغل في هذا المستشفى الحكومي كتمويل طبي على اساس ان احنا ندخل ادويه لصالح المواطن باضافه 20% على ان نسدد مرتب الدكتور الروسي. كان معنا أرسل ابن خالي. لا بدينا من الصعب ذي استباحت شلتهم سيارة صلوبي قالوا لي هاتهم سيارة بيلنا عليهم هاي وقفتها وبعدين جلسنا انتظرنا ما عندما جاء أقبضوا شغلتهم سيارنا وحركت بعدها. الدكتور الروسي سيتور بونو محي الدين طالبو تزوجتها في عام 2013 انجبت لي ولدين ولد عايش وولد مات. كنا يعني مفشين مرتاح يعني ما احناش بالدارم يوم يضاك يعني قيل يوم ولا مفكرين حاجة انه شيء شيء قيلنا مرتاحين تعرف لك ما حضرك أنا مفشي إلا هنا في الجميع كل هنا أصحابنا رقص تعرف لك أنت أحتفى على الأرس الحنة زوجتي كانت تشتغل طبيبة نساء ولادة بتعاقد على المستشفى الحكومي وأنا كنت عملي تم طبي وكنا نسحب أدوية من الشركات وهذه الأدوية مطروحة في مخازن. عشان ما وقع اللغم بعدين شفت حالي كأننا في غيبوبة. شفت أجيب لك بعد ما خرجونا من تحتهم سيارة خرجونا بعدهم كامل بعد ما ركبوهم سيارة كنت بزوهم. خرجت أحسب نفسي لحالي تحتهم سيارة واتنا لك كرح اسمه سيارة كرح الانتاير. لما شلوا سيارة الفوق سحبونا من تحتها خرجت لك لك أخوتي وجماعتي كلنا استعرضنا سيارة زي ما قدوا يد رجله والذي ممسوء فيه الدم أوهر والذي احنا الذي خرجنا وشفت الصاروخ في السماء وهو مخ يعني مهوي الى منه اخترعها ولا اطرح الا في المخزن في مخزني الذي داخل ما يقارب أكثر من 20 مليون. علاج الشركات حق الشركات لا زالوا بيطالبوني حقوقهم وهنا الاشتعارنا للموت ولا من الشت ربي هذا مرات وقت تحتهم سيارة مالا سيارة راح أنا مفور الدن على الجو طورنا أخوتي كذا 6 أنفار وبني أمي قد 6 وقوته ومرته يعني وأخواني وأمي طورنا بين وخالتي والجيران أصحابنا مليان طوروا كل أكثر من 30 نفر اللي كانوا في سيارة وطوروا مليان لحين حياتنا يعني كده شوية ووقعت شظايا وجرحت على باب المستشفى الحكومي ومشيت بالروسي الى مسافه وهي حامل في 7 الى ما انها كانت تجهض قريبه تجهض وتضررت علي زوجتي دخلت في حال نفسي ومصابه من هذاك اليوم وانا اعالج جالها ضربه في القلب واخيرا انتحرت وسبب انتحارها هذه الضربه يعني مفشو كنت باقي لي يومين وجي ارسينا ارس يعني اشتي اصحابي ارسوا كملوا يعني مفشونا الاخر من حتى ساعد ما كان فوق السياره وقلنا يا جماعه انقذونا انا ارسي باقي لي يومين او 3 أكون تحكم سيارة وأنا ما أتذكر شيء منها أنا أقول أنا بايك موت وأنا بكرة بعد بكرة بعد ما أروح إلا حد الآن أنا يعني منسيته أنا رايح إلى حياة ثانية يعني أرأس وأتزوج في فرحة يعني
واتي ولا حاجه ما دين شل الفرحه كامل. انا بعد الصاروخ والله لا زلت في حاله نفسي، جلست اكثر من اسبوع بدون نوم، ولا زلت الان منهار من هذاك اليوم الى حتى الان، تحطمت المعنويات ومغربك بديون ومعقد من الحياه. اشتيني حاسب الذي طرح هذا اللغم، سبب مآنات معيشية، مآنات يعني لأنه ضرر، احنا ضرر، احنا 17 نفر من 20 نفر كلنا راح ضحية هذا اللغم. الذي ظلمني وقصفني وأنا بريء، أقدم خدمة إنسانية داخل هذه المستشفى، أطالبه بتعويضاتي، حيث أنا الآن رجعت إلى الصفر.